قام السيد جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له بتقديم التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في شهداء مصر الذين اقتالتهم يد الإرهاب الغادر في ليبيا. وأعرب وزير الدفاع الفرنسي عن خالص تعازيه باسم الحكومة والشعب الفرنسي وإدانتها لكافة أشكال التطرف والإرهاب، مؤكدا دعم بلاده للشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب. ومن جانبه أكد البابا تواضروس تقديره واعتزازه للمواقف الفرنسية الداعمة لمصر خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن. كما قام وزير الدفاع الفرنسي بجولة سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة التي تشهد على تاريخ الحضارة المصرية التي علمت الإنسانية فنون العلم والثقافة والتطور. في رسالة بأن مصر ستظل واحة للأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.